قال
في هذه الأهوال العظيمة والخطوب الجسيمة يمن الله تعالى على أصناف من خلقه فيظلهم في ظله، يقويهم إلى أقوى الأركان، ويسبق عليهم سوابع الرضا والأمان. فمن هؤلاء أهل الكرامة الإلهية وأصحاب السعادة الأبدية؟ خرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل وشاب وما واضعها اشتياق الغريب إلى أهله،
والمسافر إلى وطنه، فالمسجد يجد فيه رنسه وحلاوته، ويرى فيه حياته ولذته، فهذا يفرح الله به ويقبل عليه. لقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه وواثقه الذهبي. فهو من عمال المساجد الذين يقولون بين ذاك وقائم مساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والحب في الله من أقوى الأسباب الجاذبة لظل رب الأرباب، فهو أوثق عرى الإيمان ودليل الصدق وأمارة الإحسان. فهذان رجلان جمعهما الحب في ذات الله، لم تجمعهما مصلحة دنيوية ولا منفعة شخصية، ولم يفرق بينهما إلا السفر أو الموت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وهذه والله هي المحبة الدائمة الخالصة للمتحابين، والخلة الصادقة التي تنفع في الدنيا ويوم الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وللصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه أيها المؤمنون. ومما يستجلب به ظل الرحمن العفة عن المحارم والآثام، والخوف من الجلال والإكرام. فهذا رجل تدعوه امرأة ذات منصب ذات سلطة وجمال، وهي من الأسباب الداعية إلى ارتكاب الفاحشة، ولا سيما أنها هي الداعية إلى نفسها والمرغبة فيها. لكنه عث وقدم خوف الله على شهوة نفسه وهواه، فالصبر عنها من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. وقد ضرب نبي الله يوسف عليه السلام أروع الأمثلة في العفة عن المحارم، حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها وهيأت الأسباب وغلقت الأبواب، ولكنه عليه السلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها إخلاصا لله وابتغاء ثوابه ورضاه بعيدا عن السمعة والرياء، وطلبا لحسن العاقبة والجزاء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، تلك خصال سبعة لأصناف من الناس سبعة، هنيئا لمن كان واحدا منهم، بلا مراء يوم تدنى الشمس فيظلهم الله في ظله، والناس في شدة وكرب وبلاء. فاحرص يا عبد الله على أن تكون منهم بلا معرة، وما على من كان من تلك الأصناف كلها من مضرة. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم وفقنا لمحبته، وأحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وأكرمنا بشفاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم، وارفع عنا النقم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته بالبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده بهداك، واجعل أعمالهما الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. قوموا إلى صلاتكم يا رب. إنه لا يفلح الظالمون.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.